كل ننطلق تو سويت في الاخبار. هذا وقت البوكس نيوز. بوكس نيوز. يلا سيدي نحكيو على ما صار البارح، نحكيو على الامطار والغيث النافع ولكن الاثار الجانبيه، نحكيو على ما صار في سهلول. التفاصيل مع السندر الليل. هو في عدد من مناطق الجمهوريه في تونس العاصمه وغيره من المناطق الاخرى بسبب الامطار، الشيء اللي خلى الحمايه المدنيه تتدخل وتخرج الماء حتى من بعض بيوت الناس. ولكن انا باش ننهزكم تحديدا لسهلول، وين تحدث المدير الجهوي لتطهير بسوسه نادر بوكطايا في برنامج صباح الناس البارح، وحكى عن انهيار طريق في منطقه سهلول بولايه سوسه. هي منطقه منخفضه، وقت اللي صبت الامطار احنا ما تعرف عنها تساقطات صارت غزيره في وقت وجيز جدا. أي. شكلت سيول كبيره جدا. والمنطقه هذيك بالذات هي جت منطقه منخفضه، معناها سرعه المياه مرتفعه جدا. البلاصه هذيك اللي تحت فيها هي البلاصه هذيك هو كياس ولا مش كياس؟ مش كياس ولا شنو هذيك؟ كياس هذيك سيتون. شو مش كياس؟ شوي ما دار سيتون كونتروفوا. كونتروفوا مش كياس فرنتيفا. كونتروفوا هو كياس مش تروتوار نقصد. اي متفرع غادي. صارت عنا احنا اشغال نتاع منظومه تحويل المياه المستعمله من الكودة للمنطقه الجنوبيه نتاع مدينه سوسه. هذاك معناها نقولوا احنا سوسي وعملنا له ريسيكسيون بروفيزوار بالاوروبي بروفيزوار. قداش عنده هذا اللي صار؟ قبل المطره يمكن بشهر ونص حاجه هكا، ما عندوش برشا فهمني. دونك صار فيه ريسيكسيون بروفيزوار باش يولي الفوا سيركيلابل سا بليس سوسه، معناها لا ريسيكسيون ديفينيتيف مازالت ما صارت. احنا دون طولي كار انا دخلنا في المعناتها حينيا. وعاودنا سكرنا الكياس ورجعنا للحاله العاديه نتاعو. كما قاعدين تشوفوا هي حفرة في كياس، جهين ميلاد زميلتنا تقول له كياس ويقولها لا مش كياس. المهم الناس كانت تعليقاتهم هكا، البنية التحتية في تونس قاعدة تحتضر عندها سنوات يا أخي، فقتوا بها كان اليوم. فما اللي كتب وقال المسؤولين في تونس عمرهم ما يستعرفوا بأغلاطهم، بالطبيعة هي تقول له كياس وهو يقولها لا، يكذب لها في عينيها. وفما اللي كتب ما يخليوناش نفرحوا بالمطر بسبب البنية التحتية في تونس، ونوفى بالتعليق هذا هو شيء أهون من شيء، خلي المطر تصب وكهو. هذا جزء من مسار في تونس بعد الغيث النافع المنتظر. ما نعرفش شو اللي صاير في بلادنا، ما ولات الشتاء مهما كانت المعادلات، مهما كانت القوة، مهما كان عدد الساعات، الكوارث ديما تصير. محمود مع الاسف ما فهمتش علاش السيد المدير الجهوي للتطهير هو يبرون لا ديفونس، راه مش مشكلته هو. اذا فهم مشكله راهي تاع التجهيز، وفي الاخر مع ما صارت كان ريسبسيون بروفيزوار دونك مازالت ريسبسيون ديفينيتيف. المشكل مش هذا، ديما نرجعوا المشكل ان وقت اللي نعملوا حاجه في البلاد هذه ما نعملوهاش على قاعده، والا وقت اللي نحاولوا نعملوه على قاعده نلقاو الاسعار نتاع المشاريع اللي نعملوها منخفضه جدا، دو تيل سورت انه المقاولين يحاولوا خليني نقول معناتها بوليتيكمون كوريكت، حاولوا يربحوا في المشروع اللي قدر المستطاع. قدر المستطاع دونك تجي، خاطر توا راهو في الكياسات كونتروفوا ولا كياس ولا اوتوروت ولا زنقه في بير الحفي راهو فيها دراسات رفيق، راهو فيها كراش شروط، راهو فيها معناتها جمله من الاشياء اللي لابد من احترامها. دونك ما فماش علاش شهر ونص ويتيح الكياس كيما هكاك، راو هذا اللي ريناه. ولكن في مناطق اخرى كبيره وكبيره جدا راو انه حوم كامله تفيض، انه لوناس تفيض على الناس الكل، انه اليوم مثلا تدخل وسط البلاد سكيك المترو ترانات تقع فايضه. دونك مع الاسف هذه حالنا وقت اللي تصب شويه المطر هذايا، راهو ما يمنعش اللي احنا نحب نقولوا رانا مانيش نبقوا معناتها خليها تصب يا خويا لا غالب خليها تصب. تمام نحكيو على اللي صاير معناتها ارواح بشريه تعرض للخطر، كارثه كيما هذه التصويره كهرباء ماشيه معناتها تجي في وسط حفره كمان معناها في تونس. مسكين لازمنا نفهموا علاش.